السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering. معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي. نواصل مع المحور السادس مع الباسيف إليمنت في الفريكوينسي دومين. ونبدأ اليوم إن شاء الله مع الجزء الثاني لهذا المحور السادس، وهي الفيزر ريليشنشيبس فور سيركت إليمنتس. ومحتوى هذا الجزء الثاني سوف نتعرف إذن على الباسيف سيركت إليمنت، وهي الريزيستر، الاندكتر والكاباسيتر. وسوف نخص الباسيف سيركت إليمنتس بماذا؟ بإيجاد العلاقة بين الفيزر كارنت والفيزر فولتج لكل مكون، يعني سوف نقوم بإيجاد العلاقة بين الفيزر كارنت والفيزر فولتج للريزيستر، للإندكتر والكاباسيتر. إذا نبدأ مع المكون الأول، وهو العلاقة، علاقة الجهد مع التيار للمقاوم الكهربائي. لكن سوف نقوم بإيجاد هدفنا هنا إيجاد العلاقة بين الجهد والتيار، لكن في الفيزر. إذن لو افترضنا أن عندي مقاوم كهربائي يمر فيه تيار كهربائي بهذه القوة، لو نطبق قانون الأوم فإن الجهد ماذا يساوي؟ الجهد هو قيمة المقاومة ضارب التيار الكهربائي. إذا طبقنا قانون الفيزر سوف نتحصل على العلاقة بين الجهد والتيار في المقاوم الكهربائي، لكن باستعمال الفيزر، لأننا نعرف في التايم دومين أنه الجهد في المقاومة ماذا يساوي؟ يساوي قيمة المقاومة ضرب التيار الكهربائي في التايم دومين. نحن هنا هدفنا هو المرور إلى الفريكوينسي دومين، فيصبح الفولتج هذا الذي كان في التايم دومين يصبح على هذا الشكل، والتيار الكهربائي يصبح يسمى فيزر كارنت. وكما قلنا في حصص الفيزر، يعني هنا فيزر الجهد المقصود به هي عنصران، عنصر هو امبليتيود يعني الفي ام، وهنا الزاوية، نفس الشيء بالنسبة للكرنت. وبالتالي أصبح عندي الآن العلاقة بين فيزر الفولتج وفيزر الكرنت للريزيستر على هذا الشكل، فتكون الفي في المقاوم الكهربائي هي قيمة المقاومة ضرب الفيزر كرنت. ونلاحظ هنا لو قمنا بالفيزر دايجرام، أنا عندي مثلا تيار كهربائي كما قلنا في الأول يمر في مقاوم، يعني عندي هنا قيمة للتيار الكهربائي ضربناها في قيمة الR فتحصلنا على قيمة الجهد. إذن عندي هنا كلما إذا عندي ماكسيموم للتيار عندي ماكسيموم للفولت، عندي مينيموم كذلك يتبعه الفولت. وبالتالي ماذا نقول؟ نقول أن الجهد والتيار are in phase. نمر الآن إلى المكون الثاني وهو الاندكتر. هدفنا كهدف المقاومة هو إيجاد العلاقة بين الجهد والتيار، لكن ليس في التايم دومين، وإنما إيجاد العلاقة باستعمال الفيزر. إذن لنفترض عندي تيار كهربائي
يمر في إندكتر. الجهد ماذا يساوي؟ هو قيمة الإندكتر في اشتقاق التيار الكهربائي. نتحصل إذن على هذه القيمة للجهد. عندي هنا سالب سأدخله هنا لأحول سالب ساين إلى كوساين. لماذا؟ لأننا افترضنا في كامل هذا الجزء وبرنامج الهندسة الكهربائية سوف نطبق في قيمة الكوساين للفولت والكرنت. إذن أطبق هذا القانون لهذه المعادلة لأتحصل على الجهد الكهربائي في الإندكتر. الآن أطبق قانون الفيزر لأتحصل على أن العلاقة بين الجهد في الفيزر وليس الجهد في التايم دومين، الجهد في الفيزر وعلاقته مع الفيزر في الكرنت على هذا الشكل. إذن هنا عندي تيار كهربائي فيزر قمت بضربه في قيمة الإندكتر ضارب أوميجا وضارب جي. هذه هي 90 ديجري. إذن ماذا ألاحظ هنا؟ ألاحظ أن لو افترضت عندي تيار كهربائي يمر في إندكتر بهذه القيمة وله فيز أنجل، بينه وبين الجهد 90 درجة. من أين أتت 90 درجة؟ من الكمبلكس نمبر جي. إذن نلاحظ هنا إذن أن الفولت والكرنت في الفيزر بينهما كم؟ 90 درجة كما هو مبين في هذا الرسم. يعني نقول أن الفولتج leads the current، يعني هنا الفولت يأتي بعد التيار الكهربائي، أو نفس الشيء نقول أن الكرنت lags behind the voltage بكم؟ بتسعين درجة. يعني هنا عندي التيار الكهربائي يأتي قبل الجهد بكم؟ بزاوية 90 درجة. الآن مع المكون الأخير في الباسيف إليمنت وهو المكثف، إيجاد العلاقة إذن بين الجهد والتيار الكهربائي. كيف نقوم إذن بإيجاد هذه العلاقة لكن في الفيزر؟ لنفترض أنه عندي جهد في المكثف بهذه القيمة، هذه الامبليتيود وهذه الفيز أنجل. إذن قيمة التيار الكهربائي في المكثف نطبق قانون أنه I قيمة التيار الكهربائي في المكثف تساوي قيمة الكاباسيتنس الكثافة ضرب اشتقاق الجهد لنتحصل على هذه القيمة. نحولها إذن باستعمال الفيزر هذا التيار الكهربائي، إذن نحوله إلى الفيزر، فأجد عندي أن قيمة التيار الكهربائي ماذا تساوي؟ هي الكومبلكس نمبر جي ضارب أوميجا، هذه الأوميجا ضارب قيمة الكثافة ضارب الجهد في الفيزر. يعني أستطيع استخراج العلاقة بين الجهد وبين التيار الكهربائي في المكثف. إذن نلاحظ هنا أنه لو عندي أنا جهد في المكثف، عندي جهد في المكثف، هذا هو الجهد في الفيزر دايجرام، ماذا أفعل؟ أضربه في قيمة الكثافة وفي الأوميجا وفي الجي الكومبلكس نمبر اللي هو زاوية 90 ديجري،
فأتحصل هنا على قيمة التيار الكهربائي. يعني نقول أن الجهد والتيار الكهربائي بينهما 90 ديجري، لكن من يأتي الأول ومن يأتي الثاني؟ نلاحظ هنا من خلال الفيزر دايجرام أن التيار الكهربائي يسبق الجهد، أو أن نقول الجهد يأتي قبل التيار الكهربائي بكم؟ 90 درجة. هنا تطبيق بسيط نكمل به هذا الجزء لفهم الفيزر للإندكتر. مثلا عندي هنا جهد، هذه قيمته 12 كوساين 60 تي مع 45 ديجري، هذه قيمة الإندكتنس. المطلوب مني في هذا السؤال استخراج قيمة التيار الكهربائي في هذا الملف، وهنا سوف نرى قيمة وإيجابية استعمال الفيزر. يعني لن نلتجئ إلى استخراج قيمة التيار الكهربائي مباشرة في الزمن، إنما سوف نذهب إلى الفيزر ومن خلال الفيزر نتحصل على التيار الكهربائي في التايم دومين. إذن نعرف، شفنا في السلايد السابق أن قيمة التيار الكهربائي في الملف في الفيزر تساوي قيمة الجهد على جي أوميجا إل. عندي هنا الجهد، كيف أحوله إلى الفيزر؟ قلنا يتكون من عنصران، إمبليتيود وماذا؟ زاوية. الإمبليتيود هي 12، والزاوية كم؟ هي 45 ديجري. أكتبها كم قيمة الآل؟ هي 0.1. كم قيمة الأوميجا؟ هي معطى هنا هي 60، هذه إذن قيمة الأوميجا. والكمبلكس نمبر جي اللي هو ماذا؟ يساوي 90 ديجري. أقوم بالقسمة، وهنا القسمة تكون بالبولر، هي أسهل. إذن 12 على 6 هي 2، وهذه الزاوية تصعد إلى الأعلى مع إضافة سالب، فتكون هذه هي الزاوية. إذن تحصلت الآن على قيمة التيار في الفيزر كم؟ قلنا عنصران، العنصر الأول إمبليتيود 2، الزاوية كم؟ سالب 45 ديجري. الآن أستطيع الوصول إلى التيار الكهربائي في التايم بخطوة واحدة. إذن في التايم دومين أحول هذا التيار. إذن هذه الامبليتيود كوساين، هنا عندي الزاوية 45 ديجري مع سالب، والأوميجا هي الأوميجا للجهد، وبالتالي استخرجنا قيمة التيار الكهربائي في الإندكتر عن طريق ماذا؟ عن طريق استعمال الفيزر.